بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأحباب الكرام، أيها الإخوة الكرام والأخوات الكريمات، أحييكم بتحية الإسلام وتحية الإسلام السلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تكلمنا عن الجنة، تلك الدار التي رأينا أصناف نعيمها، والآن سنتكلم إن شاء الله تعالى عن نار جهنم، نعوذ بالله منها. اللهم أدخلنا الجنة برحمتك وباعدنا عن النار. يقول الله تعالى: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. أيها الأحباب الكرام، أيها الأخوة الكرام، أيها الأخوات الكريمات، لا بد لكل واحد منا من الورود على جهنم بيقين. وتأملوا معي في حال الخلائق وقد قاسوا من دواهي القيامة ما قاسوا، فبينما هم في كربها وأهوالها وقوفا ينتظرون حقيقة أبنائها وتشفيع شفعائها، إذ أحاطت بالمجرمين ظلمات ذات شعب، وأطلت عليهم نار ذات لهب، وسمعوا لها زفيرا وجرجرة تفصح عن شدة غيظها وغضبها. فعند ذلك أيقن المجرمون بالعطب، وجثت الأمم من أولها إلى آخرها على الركب، وخرج المنادي من الزبانية على رؤوس الخلائق الأولين والآخرين قائلا: أين فلان بن فلان المضيع عمره في المعاصي وسوء العمل؟ فيبادرونه بمقامع من حديد، ويستقبلونه بعظائم التهديد، ويسوقونه إلى العذاب الشديد، وينكسونه في قعر الجحيم، ويقولون له ذق إنك أنت العزيز الكريم. فسكنوا دارا ضيقة الأرجاء، مظلمة المسالك، مبهمة المهالك، يخلد فيها الأسير ويوقد فيها السعير، شرابهم فيها الحميم، الزبانية تقمعهم والهاوية تجمعهم، قد شدت أقدامهم إلى النواصي واسودت وجوههم من ظلمة المعاصي، يصيحون في نواحي جهنم وأطرافها: يا مالك قد حق علينا الوعيد، يا مالك قد نضجت منا الجلود، يا مالك أخرجنا منها فإنا لا نعود. فتقول الزبانية لهم: هيهات هيهات، لا خروج لكم من دار الهوان، فاخسأوا فيها ولا تكلمون. فعند ذلك يقنطون، وعلى ما فرطوا في دار الدنيا وفي جنب الله يتأسفون. النار من فوقهم، والنار من تحتهم، والنار عن أيمانهم، والنار عن شمائلهم، والنار من أمامهم، النار من ورائهم، فهم غرقا في النار، طعامهم نار وشرابهم نار ولباسهم نار، يتجلجلون في مضايقها ويتحطمون في دركاتها، وتغلي بهم النار كغلي القدور، ويهتفون بالويل والعويل، يصب فوق رؤوسهم الحميم، يسهر به ما في بطونهم والجلود، ولهم مقامع من حديد تهشم بها جباههم، فينفجر القيح والصديد من أفواههم ومناخيرهم، ويتمنون الموت فلا يموتون. حياة أبدية في جهنم في العذاب الأليم، ولا موت.
أيها الأحباب الكرام، أيها الإخوة الكرام الأخوات الكريمات، جاء في عمق جهنم وشدة حرها عن عتيبة بن غزوان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الصخرة العظيمة لتلقى من شفير جهنم فتهوي فيها 70 عاما ما تفضي إلى قرارها. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمعنا وجبة، يعني سقطة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتدرون ما هذا؟